حلقة جديدة على قناة طاهر الأهلاوي، رحيل علي معلول على الأهلي، وتجديد طاهر محمد طاهر، وإيقاف البنا والحنفي على التحكيم. طبعا حلقة مهمة جدا، وهنتكلم على فكرة أصلا إن علي معلول يمشي من الأهلي، واللي أنا شايفها بالنسبة لي فكرة، يعني فكرة صعبة. وفكرة اللي أنت تشوف علي معلول بره الأهلي دي حاجة صعبة جدا، بس هنتكلم عليها، وللأسف الدنيا بتحكم بكده. والتجديد لطاهر وإيقاف البنا والحنفي. قبل ما نخش في الفيديو، وياريت إن أنت تدعمنا بلايك للفيديو، بيفرق جدا في انتشار القناة ووصول الفيديو للناس أكتر. وطبعا في التعليقات هستنى رأيكم في فكرة إن رحيل معلول ولا نجدد لمعلول، والأخبار اللي طلعت هنتكلم فيها كلها. طبعا في الساعات الأخيرة انتشرت بالونة كده على السوشيال ميديا، وانتوا عارفين طبعا ان السوشيال ميديا 50-50 في الاخبار، وساعات بتتعمل بالونات اختبار كده لخبر معين، وساعات الحاجات اللي احنا عارفينها دي، حد عايز يتسلم للجمهور، حد عايز مش عارف يخبط خبر عشان يشوف ردود الفعل، ايه الحاجات دي كلها. فانتشر اخبار والناس اتكلمت، شوبير مش عارف مين وبتاع، ان في اخبار ان معلول الادارة بتتباطئ في التجديد معاه، وان كولر واقف في وش الاداره ان هو عايز يجدد لمعلول، وان مفيش بديل قوي لمعلول، وهو محتاج معلول والكلام ده كله. فاحنا هنتكلم معاكم فني، وهنتكلم معاكم كجمهور بقى، مش هنتكلم معاكم ايه واحد اعلام، لا لا لا، كجمهور بقى. كجمهور، معلول كمل او مشي، معلول اسطوره من اساطير النادي الاهلي، وانا من وجهه نظري احسن محترف دخل مصر كلها، مش داخل النادي الاهلي بس. يعني معلول هو اسطوره للنادي الاهلي، اسطوره للناحيه الشمال في النادي الاهلي، وهو احسن محترف دخل في تاريخ مصر للدوري المصري. ومش كلام ومش زيطه، ومش بنعمل تماثيل للعيبه زي لعيبه لقطه وجمهور لقطه، لا، بالارقام، بالصناعه، بالتسجيل، بالراجل ده بيعمل ارقام عالميه، بالمشاركات، بالبطولات. معلول في حتة رابعة، وصعب ان يجي لعيب زي معلول بعد كده. معلول من ناحية الامكانيات، معلول جالنا في 2016 2017، الموسم ده معلول كل المواسم دي من ساعتها لحد دلوقتي هو اساسي مع الاهلي، وبيشارك بصفة مستمرة وبصفة اساسية مع الاهلي. يعني لعيب اتنحل اتنحل، عارف انت ماسك حاجة بتخلصها، فهو معلول ده. معلول شارك في كم اختبارات، في ماتشات صعبة وبطولات صعبة ومحافل صعبة، عنده كم من الخبرة أكبر من نادي زي نادي الزمالك مثلا، ما عندوش الاحتكاكات دي كلها، عنده احتكاكات، خبرة، بطولات، مساهمات، أهداف. الراجل عمل كل حاجة مع النادي الأهلي، بسم الله ما شاء الله يعني. والراجل عمره يعني ما عمل ما افتعل مثلا مشكلة في تجديد، ولا مشكلة في مع مدير كورة، مع لعيب. ما شفناش مثلا، ما سمعناش ان معلول بيمطر في التجديد زي لعيبة كانت من ولاد النادي. ما شفناش ان معلول طالب بفلوس زيادة عشان يجدد. ما شفناش ان معلول عامل مشكلة مع لعيب تاني، او مع مدير كورة، او مع مدير فني، او مقموص، او مش عارف ايه. ومعلول اول لما جه كان بيقعد دكة لحسين السيد وصابر الرحيل، للناس بس اللي فاكرة. معلول لما جه كان بيقعد دكة لمعلول لمعلول ايه لحسين السيد وصابر الرحيل، انت فاهم الفكرة واصلة، ان معلول كان بيقعد دكة لدول. فمعلول لعيب بره الكورة أخلاق، ملتزم، بيحب الأهلي، إدى للأهلي فعلا كل حاجة، والأهلي إداله. يعني مش حد بيدي بس الأهلي، لا، الأهلي إداله، وخد قيمة جماهيرية مع النادي الأهلي، وخد بطولات، وخد إنجازات، وحقق لنفسه سي في قوي جدا هيفيده حتى بعد الكورة. فدي قصة معلول قبل ما نتكلم عليه فني. معلول فني هو واقف على رجله حاليا، ماشي، بس هو مش أحسن حاجة دلوقتي، بس هو واقف على رجله حاليا، وبيقدم مستويات فوق المتوسطة أو متوسطة. الدور الدفاعي علي معلول من ساعة ما جه النادي الأهلي وهو مش أحسن حاجة، عشان نكون عارفين. يعني معلول دفاعي مع الأهلي هو مش أحسن حاجة، يعني إحنا كلنا عارفين كده، وإحنا استفاداتنا منه أكتر كانت بتبقى استفادات هجومية،
وان خطة الاهلي في اوقات كتيرة كانت بتتبنى على خطة الاهلي الهجومية، وازاي بنطلع بالكورة وازاي بنعمل هجمات وازاي بننقل وازاي الارتدادات والحاجات دي كانت بتتبنى على علي معلول في اوقات كتير جدا، ومدربين كتير جدا كان كل شغلهم الشاغل علي معلول، وان ازاي علي معلول اهربه من الرقابة وازاي علي معلول اهربه واخليه يلعب كورة ويطلع قدام ويجي ويروح وكل الكلام ده. فمعلول كان الورقة الرابحة والمفتاح السحري لمدربين كتير، والخطة الاهلي لسنين كتير والحالية، يعني لحد دلوقتي معلول بيخدم خطة الاهلي بسبب ان هو راجل بيتحرك، راجل بيزيد كورته حلوة، بيرفع عرضية، بيتحرك حلو، الاوفرلاب بتاعه كويس. جت فترة كانت الحركة بتاعته هو ورمضان بطاطس ان هو يسند والتاني يروح من وراه، وهو واجاي يسند ويروح من وراه ويرفع وواحد يخش. معلول يعني هجوميا 10 على 10، 10 على 10، اكتر لاعب صناعة اهداف في تاريخ الاهلي، واكتر لاعب اجنبي تسجيل الاهداف، ومش عارف تقريبا هو تاني هداف الجيل الحالي بعد حسين الشحات. والراجل معدي ارقام كتير جدا، الراجل معدي ارقام كتير جدا مع النادي الاهلي ما شاء الله عليه يعني. فمعلول يفيدني هجوميا، يفيدني هجوميا. ومعلول مش اللي هو الكبير برضو اللي هو يقول له ان احنا نقول له خلاص كده، لا، معلول لسه ماشي في ال 34 او 34 سنة. فمعلول مش اللي هو مثلا مخلص يعني، لا. بس انا مع فكرة ان انت تجدد مثلا، انا اقول لك رأيي وهستنى زي ما قلنا في اول حلقة اللي احنا نشوف الردود في التعليقات. انا مع فكرة ان انت تجدد لمعلول سنتين. هتقول لي سنة؟ لا، سنتين، لان معلول قادر يدي لسه. فخلال السنتين دول انت كده كده اساسي تكون جهزت البديل لعلي معلول اللي هو مين؟ محمد شكري بنسبة كبيرة ان شاء الله. ومحمد شكري كده كده بسبب الازمات اللي مع سيراميكا من وقت محمد بسام، شكري راجع اخر الموسم او الثلاثة اللي جاية، شكري هيبقى في الاهلي. فانت في خلال السنتين دول تقدر تلعب شكري ومعلول، تدي لشكري. ما حدش يقول لي كريم الدبيس، مع احترامنا ليه كريم الدبيس مش مستوى الاهلي، مع احترامنا ليه لسه بدري عليه قوي، ممكن يبقى كمان بديل بعد كده ليه شكري. عمر كمال انا مش جايبه باك ليفت، عمر كمال هو اصلا باك رايت، وانا بلعبه قدام يمين وشمال، وينج رايت وينج ليفت. فانا عايز باك ليفت صريح، باك ليفت، باك ليفت اللي هو زي معلول كده، زي جلبرتو، زي سيد معوض، زي ربيع ياسين، زي الناس دي كلها. فباك ليفت صريح. مين؟ محمد شكري حاليا بيقدم مستويات كويسة جدا، والراجل راح المنتخب، والراجل ابن الاهلي اصلا، والراجل من ولاد الاهلي، والراجل يقدر يشيل الناحية الشمال للاهلي ما شاء الله عليه، لعيب كويس ولعيب امكانياته كويسة جدا محمد شكري. وهو عندي انا كده كده، ده اللاعب بتاعي وده اقدر ارجعه تاني يعني. فان شاء الله محمد شكري انا من وجهة نظري يبدأ يتجهز في خلال السنتين دول مع علي معلول، يعني شكري في خلال السنتين دول أجهزه مع علي معلول، ده الحل. وبعد السنتين دول يبقى المعلول الاختيار تكمل مع الأهلي في ككادر الاعتزال بقى في الأهلي. العرض اللي كان اتعمل لعاشور وعاشور اتغابى وما اختاروش، هو بيندم دلوقتي اللي انت تكمل مع النادي الاهلي، تبطل في الاهلي وكده كده انت لازم تستفيد من معلول اللي هو يبقى كادر في النادي الاهلي بعد كده، سواء تدريب، سواء اعلام، سواء ناشئين، ايا إن كان، انت لازم هتستفاد من معلول ككادر وخبره كبيره زي ده، ولعيب فعلا شرب الاهلي كويس، فانت لازم هتستفيد منه. واما ان هو يطلع مثلا سنه يعني من خلال النادي، شوف بقى الاحترام، لما لعيب بيحترم تاريخه ولعيب بيحترم نفسه مع النادي والايام والارقام اللي عملها مع النادي ومع الجمهور، بيحترم كل ده، لما بيجي يطلع ولما بيجي يبطل الناس بتحترمه. يبقى قلنا اختيار اللي انت يطلع معلول بعد السنتين دول في الاهلي ويعتزل في الاهلي ويتعمل له اعتزال كويس ويفضل في الاهلي وتستفيد من خبراته اللي هو طول السنين دي عملها مع الاهلي، او ان هو يطلع احتراف سنة مثلا في السعودية، في امارات، ايا كان يعني، وعايز يروح فين، ومن خلال الاهلي ويفضل معلول اسطورة للاهلي. وبعد ما يخلص الكلام ده السنة بتاعته مثلا اللي هو هيطلعها دي، هيرجع للنادي الاهلي تاني وتقدر تستفاد منه ككادر وكخبرة النادي الاهلي.
ده من وجهة نظري قصة علي معلول. علي معلول ما فيش ان هو هيمشي، وعلي يعني 50-50، مش اللي هو هيمشي وخلاص وهنقلب عليه وما فيش الكلام ده طبعا. سواء معلول مشي يكمل، معلول أسطورة النادي الأهلي، ما حدش يسخنك في حاجة، ومحدش يقول لك معلول مش عايز يكمل والكلام الهبل ده، ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. وده هبد من السوشيال ميديا، وهبد من الصفحات ومن الناس اللي بتعمل فيديو، ما بيقعد يعني بعد الخبر بتاعهم اللي بيقولوه ما بيطلعش صح، ما بيطلعش يقول لك انا اسف، ما بيطلعش يقول لك الخبر ده مش صح وانا غلطت، ما فيش الكلام ده. هو اهم حاجه عنده يجيب المشاهدات بس. فدي قصه علي معلول. القصه التانية اللي معانا التجديد لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر احنا شفنا طبعا الفتره الاخيره ان هو بيظهر وهو كان بيعيط على الدكه ومش عارف انه يعني نفسيا اخر فتره، وفنيا هو مش احسن حاجه للاسف. هو معوضش مثلا، انا كده كده انا مش حاسس بغياب رمضان صبحي، انا عندي ونجات تانية كل حاجه، بس هو كان جاي على اساس ان هو بديل رمضان صبحي، ولكن ما اداش الاداء اللي كان مطلوب منه للاسف. ما عملش ما حققش الهدف اللي هو كان جاي عشانه، او ما وصلش للتارجت اللي كان محطوط له. فطاهر لعيب متوسط، عنده اكتر من كده اكيد، بس هو مش قادر يطلع اكتر من كده. فالكلام برضو اللي طلع وبيطلع من زي ما قلنا اعلاميين يعني قريبين عشان يقول لك ده ايه، نشوف الناس هتقول ايه. المهم يعني ان طاهر مكمل 3 سنين، هتجدد له 3 سنين. و انا شايف ان يعني الاحسن، انا بقول لك عشان بيع طاهر، الاحسن ان طاهر حتى لو تجدد له 3 سنين ماشي، بس يطلع اعاره منهم سنه. يعني اعمل عقد معاك قبل ما اطلعك اعاره زي القندوسي كده مثلا، وتطلع اعاره، وخلال الإعارة دي ثبت نفسك ترجع، ثبت نثبت لي اللي انت تلعب اساسي ترجع وتلعب. لكن بالمستوى ده مشاركة طاهر اصلا صعب، بالمستوى اللي طاهر الانفاير بتاعه او الموسم اللي كان فيه معدي، البطولة اللي احنا خسرناها من الوداد في النهائي، واللي هو كان موسم السوبر الافريقي كان بدايته، اللي هو جاب فيه الجون اللي بيرسي تاو عملها له، وبعد كده كان جاب جون سان داونز، وكان طالع عليه كان كل ما بيتعور ويربط دماغه نقول لك طاهر بيلعب حلو. ده كان الموسم اللي عمل فيه بتاع 5 6 جوان، وانا مش جايب وينج عشان يفضل طول الموسم عندي يعمل لي 5 6 جوان ويعيش عليهم، لا انا جايب وينج، انا عايز وينج زي رضا سليم كده، عايز وينج بيعمل شغل تحركات، بيروح بيجي بتاع. ده قصه طاهر عشان ما نطولش فيها. فقصه طاهر ماشي، جدد له كل حاجه بس يطلع سنه اعاره، واستفيد من الاعاره بتاعته، واستفيد ان هو يشارك، وهو يستفيد ان هو يشارك، واستفيد من اللعيب يلعب ويبقى مؤثر معايا. الموضوع الثالث والاخير معانا، ولو وصلت معانا في الحلقه لحد دلوقتي فانت بطل، اعمل لايك واشتراك، وقول لنا في التعليق في التعليقات رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع الثالث ايقاف البنا والحنفي. انا شايف يعني القرار ده قرار مضحك. ليه قرار مضحك؟ لانه طلع بيقول لك ايقاف البنا 3 اسابيع من وقت استئناف الدوري. طب ما ممكن عادي ما يتحطلوش مثلا، ما يكونش هيحكم اصلا هو ماتشات في ال3 اسابيع دي. انا اعرف منين ان ده ايقاف ولا ده اصلا هو كده كده ممكن يكونش هيحكم فعلا في ال3 اسابيع دي. والحنفي يعني الحنفي لاجل غير مسمى. طيب انا يعني ده القرار، ده القرار يعني لما يبقى الناس في الفار يعني الكرة قدامهم، الكرة في ايد ايمن اشرف، والكرة مؤثرة في نتيجة الماتش. سيبك انا كنت بلعب زي الزفت وما استحقش اكسب، بس ده حقي، يعني مش عشان انا بلعب وحش تاكل على حقي، لا ده حقي، ده حقي. الكرة ضربة جزاء على خط الجون في جوه ال6 ياردة، ايمن اشرف ايده بره جسمه والكرة ضربة جزاء. التصريح حتى اللي القرار 24 طلعته، والقرار 24 ده موقع موثوق فيه جدا، بيقول لك ايه ده احنا ما شفناش الكرة. طب ايه، ما احنا اللاعب استأنف، ازاي هنرجعها؟ طب ايه هنحسبها ضربه جزاء؟ لا احسبها اوف سايد. ده مستوى التحكيم، مش هقول لك اكتر من ده، مستوى التحكيم المصري اللي احنا بنعيشه، اللي بيقول لك الاهلي نادي الدوله. ها ادوله يلا، الاهلي خسر او على الاقل خسر يعني 2 بونت، هو احنا كده كده خسرنا 3 بونت، لكن احنا كنا ممكن نكسب منهم بونت بتعادل مثلا، وكان النتيجه كانت ممكن تفرق معانا اكتر، كنا ممكن نكسب. سيبك اللي انا لعبت وحش وزي الزفت، انا بتكلم في حقي دلوقتي، ما بتكلمش انا بقول لك لعبت حلو ولا لعبت وحش، انا بتكلم حقي اللي انا الكره دي ضربه جزاء ما فيهاش نقاش اصلا، مش مستني ان انا اشوف فار.
ده انا الحكم واقف قدامها والكرة، الكرة كل متطلبات او قواعد ضربة الجزاء ولمسة اليد قدام عيني، ما احسبهاش والفار ما يحسبهاش والفار ما يشوفهاش اصلا. فدي كانت كارثة كبيرة، و يعني نتمنى ان يبقى في حزم شوية مع لجنة الحكام من ادارة الاهلي، ونتمنى نشوف طبعا الاهلي عشان لسه فارق ومش عارف ايه، ف ومؤجلاته بتاع، فالاهلي مركز. بس الاهلي لو كان يعني مزنوق في النقط دي قوي كان هيعمل مشاكل، بس احنا عايزين حزم شوية مع الناس دي، لان في مثلا حكام قراراتهم بتتكرر معانا غلطاتهم وبتأثر في نتائج ماتش على اخر سنتين تلاتة، بحكام بعينها بيبقى ماتشات الاهلي معاهم بتبقى فيلم رعب، بتبقى فيلم رعب بسبب قراراته. فنتمنى الناس تصحصح شوية. دي كانت حلقتنا النهاردة، لو عجبتك الحلقة لايك للفيديو، اشترك للقناة، وقول لنا رأيك في التعليقات، هل انت شايف معلول يجدد ويجدد قد ايه ولا ما يجددش اصلا، ورأيك في تجديد طاهر محمد طاهر. اشوفكم في حلقة جديدة، كان معاكم طاهر الاهلاوي.